اهلا بحضراتكم من جديد. اتضمننا في الاستوديو نجم مصر ونجم النادي الاهلي والصفقه اللي انضمت يعني حديثا منذ اسابيع للنادي الاهلي محمود زكي. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا كوتش؟ اخبارك؟ منورنا. منور الاستوديو. الله يخليك. ميرسي. منور النادي الاهلي كمان من اسبوعين ثلاثه اربعه. الاهلي منور بلاعيبته وباهله وجمهوره وكل. قول لي بامانه بقى يعني اخش معاك في الجد على طول. اكيد يعني طبعا. اكيد ناس كتير بتتابعنا مهتمين طبعا بكره اليد. تمام. بعد ما وقعت النادي الاهلي وبقى مره اهو اسبوع واثنين وثلاثه مرتاح ولا لا؟ جدا من قبل ما اوقع حتى. هو يعني انضمامي للنادي الاهلي حلم وكان في اكتر من فرصه قبل كده بس يمكن ما توفقناش ان يتم التعاقد بينا بس الحمد لله يعني مؤخرا حصل اللي انا كنت بفكر فيه من زمان. طيب قول لي المفاوضات ابتدت امتى؟ المفاوضات اللي هي ما قبل انتقالك على طول، ما كنتش هتكلم على السنوات الماضيه. اللي حصل ان يعني كابتن مروان هشام كان يتكلم معايا تقريبا في وقت السوبر جلوب السنه اللي فاتت وكان بيتكلم معايا ان انا انضم للنادي حتى على سبيل الاعاره ان انا العب معاهم بطوله افريقيا اللي كانت شهر 10. فقعدنا اتكلمنا في نظام العقد بتاعي، عقد بتاعي هيخلص امتى، الكلام ده كله. وبعد كده ابتدى بقى الكلام الجدي والفعلي بعد ما السيزون انتهى، كان انتهى في اخر شهر 4. ابتدى يتكلم معايا تاني هو وكابتن عاصم و... كان بيتكلم. انت طبعا كنت بتلعب في السد القطري. كنت وكنت في القاهره ساعتها رجعت ولا كنت لسه لا من وانا هناك بصراحه من وانا هناك من وانا اخر فتره وانا موجود هناك كان في كلام مع كابتن عاصم. بعد كده لما رجعت كابتن عاصم كان بيتكلم معايا على طول. بعد كده كابتن عاصم السعداني كابتن عاصم حماد. كابتن عاصم حماد. وبعد كده لما جيت لما رجعت بعد الدوري ما خلص قعدت اتكلمت معاهم مع كابتن عاصم ومع كابتن مروان. وزي ما قلت لهم يعني يمكن كابتن مروان عارف الكلام ده عشان احنا كنا قاعدين لوحدينا. قلت له انا جاي النادي الاهلي، انا عارف انا جاي فين، فانا ماليش اي طلبات يعني مش هطلب اي حاجه، مش هفكر ان انا احط شروط او بنود في العقد ممكن افكر ان انا احطها لو رحت اي نادي تاني، لان انا عارف النادي الاهلي وطبيعه التعامل واللعيبه الموجوده في النادي الاهلي هي اللي كانت مطمناني للكلام ده. تعرف بص انت دخلت زي ما بيقولوا الدخل الصح، كلامك بامانه يعني اللي بيقعد مع النادي الاهلي يقول انا ماليش طلبات وادي امضيت على العقد اهي، صدقني النادي الاهلي بيحب الدخله دي وكمان ما بيخذلش اللاعب. طيب. يعني انا عايز اقول لك انك انا على المستوى الشخصي كان لي تجربه ان وقعت عقود قبل ما اتقل نهائيا للنادي الاهلي وحصل ظروف طلبت العقود قال لي اتفضل عقودك، يعني قصدي اقول لك عشان ما توفقناش في الانتقال فقال لي اتفضل عقودك احنا ما يعني لا انا عارف الكلام ده جدا وعارف ان في مصداقيه. ولما قعدت مع كابتن مروان تقريبا يعني قعدنا 10 دقائق ربع ساعه وكنا خلاص اتفقنا ومضينا العقود وكل حاجه والموضوع كان خلص يعني. يعني انا حبيت ابتدي معاك من النهايه لان ساعات لعيبه بعد ما بتمضي بيجي يقول لك بعد اسبوعين ثلاثه يقول لك لا انا يعني طبعا دي صور اثناء توقيعك مع عمر حجاج برضو محمود وانتوا في المركز الاعلامي يعني برضو لحظات جميلة أكيد. طب قول لي أنت شايف النادي الأهلي برضو اشتراكاته عنيفة شوية، يمكن النادي الأهلي أكتر فرقة أفريقيا بتشترك في كل البطولات، شايف ده أكيد هو الموسم مشحون جدا في بطولات يعني غير الدوري والكاس اللي هو الحاجة الأساسية الموجودة الموجودة في مصر. هيبقى في بطولة أفريقيا أبطال الدوري والسوبر أفريقي وبطولة أفريقيا أبطال الكاس. أبطال الدوري هتبقى فين يا كابتن؟ ابطال الدوري لسه لحد يعني هو كان الكلام على تونس بس مؤخرا كان كابتن عاصم قال لنا ان لما اتبعت الفاكس من الاتحاد الافريقي ما تحددش مكانها لغايه دلوقتي. لحد دلوقتي لحد دلوقتي لسه ما كانوش قالوا مكانها فين فلسه ما حدش عارف. بس هتلاقي في شهر 10 اكيد هو ميعادها زي ما هو ثابت. فهو الثلاث بطولات الافريقيه دول واحتمال يبقى في بطوله عربيه فكم الماتشات هيبقى كبير جدا و ده بالاضافه للسوبر الافريقي. السوبر الافريقي وابطال الكؤوس الدوري. طبعا دي هتبقى حاجه كويسه جدا ودافع قوي للعيبه ان هم يلعبوا بطوله زي دي على ارضهم. الصاله لما تتقفل بالجمهور بيبقى اكيد طبعا اكيد الفرحه اللي حصلت السنه اللي فاتت بالسوبر وبالبطوله افريقيا اللي بعديها لو في النادي الاهلي كانت هتبقى غير يعني كانت هتبقى صحيح. مضاعفه 100 مره يعني. وعايز اقول لك ان النادي الاهلي استضاف باسكت، ما اعرفش تابعت في شهر 12 اللي فات البطوله ووفقنا فيها
عايز اقول لك فتحت نفس الكل. اكيد وجي بعد كده اليد خد السوبر في اغادير وراح واخد بعديها بطوله ابطال الكؤوس. الحقيقه فتحت نفس الكل. واكيد ده برضو بيحط عبء عليك ان انت عايز برضو يعني تبان في انا جاي النادي يعني جاي النادي الاهلي وجاي معروف النادي الاهلي نادي بطولات، فجاي انا عايز اكتب تاريخ لنفسي والبطولات دي وتاريخ مع الفريق وان احنا نحقق البطولات دي كلها. السنه اللي فاتت يمكن السنه اللي فاتت ممكن الوضع كان يبقى اسهل شويه لان السيزون اللي قبليه ما كانش ناجح زي السيزون اللي فات، بس السيزون اللي فات تقريبا الفريق خد 5 بطولات اخد منهم 4، اخر بطوله الكاس بس هي اللي موفقش فيها، وده اكيد اكيد يعني دي حاجه متاكد منها نتيجه الاجهاد البدني اللي اللعيبه كانوا مروا بيه اكيد وسط كل المباريات بتاعت الدوري والبطولات الافريقيه والكلام ده كله. فان شاء الله ان شاء الله السنه دي يبقوا 5 من 5 ان شاء الله باذن الله. يعني اكيد انا واكيد انا وزمايلي وكل الناس مش عايزين، مش هنرضى بحاجه اقل من كده. كمان انت جوكر ما شاء الله عليك يا محمود، يعني انت بتلعب بلاي ميكر وبتلعب باك ليفت، يعني المكانين دول بالذات عندنا في النادي الاهلي دايما بيبقى الدعم او الاعراض بتيجي في المركزين دول. يعني طبعا عندنا اسلام حسن وعندنا محمود خليل وعندنا مصطفى خليل، مصطفى خليل انا اسف، وعندنا يعني دايما الدعم بيجي لنا حتى في افريقيا لما جبنا الدعم. انت حاسس ان برضو حته لعبك في اكتر من مركز ده هيساعد الفرقه؟ اكيد طبعا هيساعد الفرقه. في هي الفكره الحمد لله الفرقه عندنا فيها عناصر كتير مميزه، ودي حاجه بترجح كفه الفرقه في وسط البطولات الكتير دي، لان لازم يبقى عندك عدد من اللعيبه وزاد بشري ان هو يخليك ما تتعرضش لعيبه للاجهاد، ما تبقاش مركز على 6 لعيبه بس هم اللي شايلين صحيح طول الوقت، فهيجي لهم وقت ويحصل دروب ومش هتلاقي حد ينجدك. بس لا، النادي الاهلي بيلعب بال 16 لعيب كلهم بيشاركوا كلهم بيلعبوا بيحصل تبديل في المباريات، فما بيبقاش الاجهاد عالي. فان انا اقدر العب من اكتر من مركز، فانا زي ما بساعد نفسي انا برضه بساعد زمايلي، زي ما بعرف الاقي حلول لنفسي من المركز ده في المركز ده انا بعرف الاقي حلول لزمايلي برضه في نفس الاماكن، وبقدر اساعد لو ممكن مثلا حد اتصاب، حد مجهد، حد حاجه، فاقدر احل مكانه. صح، حلول بتدي للمدير الفني حلول فنيه في المباراه انه يقدر يدفع بيك في اي مركز. بالظبط. طب قول لي انت شاركت امبارح في مباراه الجزيره، تمام، شايف دخلت في هارموني دلوقتي بينك والفرقه، حاسس بتوافق في لعيبه اكيد لعبت معاهم في المنتخبات؟ اكيد. يعني شايف الدنيا ازاي؟ والله هو كابتن عاصم بقاله فتره مركز على فكره الهاندبول ان احنا نتمرن مع بعض كتير ونلعب مع بعض بحيث ان يحصل توافق وانسجام بين اللعيبه، لان حضرتك عارف ان بيبقى في لقطات في الماتش هي خلاص مش محتاجه صحيح كلام، هو مجرد اتفاق وانت بالعين بتشوف حركه زميلك صحيح وبتقرا حركته، وهي بالظبط زي ما حضرتك قلت بالعين، اكيد حضرتك عارف يعني. فده اللي حاصل فعلا بقاله فتره، وحتى هو كان اخذنا معسكر في شرم عشان يزود التوافق دوت. وبعدين الماتش امبارح عملنا مباراه كويسه جدا، اول ماتش لينا في السيزون. انا عن نفسي كنت اتوقع ان هيبقى فيه اخطاء اكتر او الاداء مش هيبقى بنفس الصوره، بس لا بالعكس الحمد لله كان الموضوع سهل وبسيط جدا، وكلنا دخلنا في المود بتاع اللعب وسيستم اللعب. انا وعمر حجاج يمكن اكتر 2 بعيد عن الفرقه، احنا الاثنين الجداد دي لسه اول مباراه لينا، بس الحمد لله كنا موفقين جدا معاهم، واللعيبه حتى نفسها بتساعدنا ان احنا ده يحصل. طب انت شايف الروح ازاي؟ برضه خد بالك اللاعب يعني ما بيخش على فرقه جديده بيبقى شايف الروح، بيقرا الحاجات دي، ما بتتقالش على فكره، بتشوف مثلا لعيب لا غير شويه من تغييره لعيب، شايف الروح دي عامله ايه في الفريق؟ بامانه على فكره روح الفانيلا الحمراء اللي مزروعه فيهم من وهم صغيرين. انا اعرفهم يعني فيهم ناس جيلي، فيهم ناس جيل اخويا عشان انا اخويا برده كان بيلعب هاندبول اكبر مني، فانا اعرف الناس دي من زمان ومعاشرهم وعارف كل حاجه، فعارف الناس دي بتفكر ازاي، عارف ازاي هم بيفكروا باحترافيه سواء بره الملعب او جوه الملعب، فالكلام ده موجود. خاصه ان انت محترف وعارف بالظبط. فالكلام ده موجود في كل اللعيبه. اهم حاجه الفريق صحيح، بعدين الفرديات تيجي بعدين. صحيح، برافو عليك، كلام جميل جدا على فكره. وخلينا ناخد المداخله دي معانا الكابتن محمد عبد الوارث نجم الفريق الاول لكره اليد. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. طمنا عليك كده وعلى اخبارك واخبار الفرقه، طمنا. لا لا كله تمام الحمد لله زي الفل. طيب قول لي ماتش امبارحك ازاي؟ الاخبار مشت ازاي؟ يعني يمكن معايا محمود هنا، محمود زكي طبعا، بيقول لي يمكن الاداء كان احسن ما كنا نتوقع، يمكن مباراه وديه في بدايه الموسم كنا حاسين هيبقى فيه مشاكل، ولكن فرق السكور مبين قد ايه كان في شكل الفرقه كويس. والله الحمد لله امبارح كان ماتش، اول ماتش لينا موسم، كان ماتش ودي مع نادي الجزيره. احنا زي ما قلت انت احنا ما كناش متوقعين بصراحه
المنظر او التجانس اللي هيبقى موجود في اللعيبه. بس الحمد لله ما احنا ما عندناش تقريبا حد غريب اذا كان عمر حجاج او محمود زادي. الناس برضو حاضرين لعبنا، كان حجاج لعب معانا قبل كده في بطوله افريقيا. محمود زكي طبعا ستايل لعبه ما اعتقدش ان هو هيبقى بعيد عن الفريق او السيستم بتاعنا، وهو قدر يتجانس معانا بسرعه جدا. محمود من اللعيبه الكويسه جدا، الناس المحترفين اللي فاهمين يعني ايه احتراف، لعيب محترم جدا كشخصيا كملعب التزام. يعني ده محمود من زمان يعني، واحنا عارفينه من ايام لما كان بيلعب هنا في مصر هنا في كولومبي، من الشخصيات المحترمه اللعيبه الممتازه اللي هتضيف للفريق ان شاء الله. واتمنى ان هو يبقى موسم سعيد عليه ان شاء الله كده معانا، ويقدر يزود الفريق كده ان شاء الله. خلي بالك يعني انتوا عندكم معمعه السنه دي كبيره قوي، يعني عندكم ماتشات وعندكم بطولات، الله يكون في عونكم. يعني جاهزين لده ولا لا؟ يعني حافظوا على نفسكم، هل ده حاسين بمقدار قد ايه الجماهير حاطه عليكم امال ولا لا؟ والله احنا ان شاء الله الموسم ده عارفين احنا لنا ضغط جامد، مش من السهل ان انت تكسب، يعني سهل جدا ان انت تكسب، بس صعب ان انت تقدر تحافظ على المكسب بتاعك. واحنا الحمد لله الموسم اللي فات كان موسم تاريخي بالنسبه لنا، تقريبا كانت اول مره تحصل بول عندنا في النادي الاهلي ان هو ياخد الثلاثيه الافريقيه ودوري بس حتى الظروف في موضوع الكاس كان في اصابات، الناس كانت مجهده، الموسم كان طويل. وان شاء الله السنه دي برضو ربنا يكرم بالتدعيم اللي كابتن عاصم عمله مع المجموعه الموجوده مع الفريق مع الشباب اللي لسه طالعه، ان شاء الله نقدر نحافظ على المكسب. وطبعا الجمهور ده بالنسبه لنا هو حياتنا، هو ده اللي النفس اللي احنا بنتنفسه. ان شاء الله هم يدعمونا، والحمد لله النادي الاهلي دعم الفريق مجموعه كويسه، كان الشباب او محمود او حجاج، فان شاء الله يعني نثبت المجموعه كلها والنادي والجمهور ان شاء الله اللي احنا هنقدر نتعدى المسؤوليه ونقدر يعني نتفوق ونبقى على القمه دايما ان شاء الله. وده النادي الاهلي يعني ده بيقولوا اللي هو ايه، ده طول عمر النادي الاهلي لازم يبقى كده. صحيح، ما تعودناش على حاجه ثاني في النادي الاهلي غير اللي احنا لازم نكون رقم واحد. صحيح، كلام محترم، كل كلمة منه يعني بتعني الكثير. محمد عبد الوارث أو كابتن محمد عبد الوارث طبعا نجم الفريق الأول لكرة اليد، شكرا جزيلا ليك، كلامك الحقيقة كلام محترم، كل كلمة بتتقال محطوطة في مكانها. يعني بصراحة الواحد بيحس بفرق كبير جدا جدا من مع أي ضيوف بيخشوا، بيبقى عارف حجم المسؤولية اللي عليه كراجل بيلعب في النادي الاهلي. يمكن يعني متهيألي انت حاسس بده، يعني بص الكلام طبعا محطوط في مكانه ومترتب و... أيوه. وان هو انتم يعني سواء انت او عمر مش غراب عن الفرقه. أيوه. كلام محطوط في مكانه بالظبط يا كابتن. دي حقيقه فعلا، دي يعني حقيقه فعلا. يعني اكيد مش غراب على الفرقه زي ما قلت لحضرتك، وسواء لعبنا مع بعض في نفس النادي او في منتخبات في الفئات السنيه كلها او حتى في الفريق الاول، فاكيد ما فيش حد فينا غريب عن التاني. صحيح. يعني في وقت او في اخر كلنا لعبنا مع بعض، واللعب عامه مش يعني هو في اتجاه واحد، فهو انت بس حضرتك بتضيف حاجات بسيطه وخلاص على كده. صحيح. تلاقي الناس كلها خلاص دخلت في سيستم وفي اتجاه واحد، وبقى في توازن واتفاق في اللعب في كل حاجه، فالموضوع بتمشي بسهوله. قول لي انت بقى في الفرقه مين اللي هيبقى الروم ميت بتاعك، او يعني هيبقى اللي بيقعد معاك في الاوضه؟ قول لي. والله هو احنا في معسكر شرم الروم ميت بتاعي كان باجيو. باجيو بس باجيو هو، بس خلي بالك باجيو يعني ايده جامده شويه. لا بس باجي هو نفس الجيل، وهو واحد من الناس اللي كانت ماشيه في الصفقه دي. واكتر واحد كان متابع معايا الموضوع يمكن. طب يا ريت يا جماعه نجيب باجي معانا على الهواء. يعني هو ومحمد ابراهيم وهادي، بس هو اكتر واحد كان متابع معايا، وكان لو في اي حاجه مثلا مش عارف اوصل للناس كنت بكلمه هو، او لو في حاجه بيحتاجين يبلغوني بيها مثلا ومش عارفين يوصلوا لي برده باجي هو اللي كان. لعبتوا مع بعض منتخبات صح ولا؟ لعبنا مع بعض في منتخب الشباب. نفس السن. نفس السن. يمكن هو جت القرب من المنتخبات. بس باجي لعيب راجل جدا، يعني حتى في الملعب لعيب بيلعب برجوله كبيره جدا. يعني حتى انت كلامك اكد لي وجهه نظرك. هو باجي من احسن المدافعين اللي موجودين في مصر، يمكن هو وابراهيم بيلعبوا في ابراهيم المصري بيلعبوا في نفس المركز. ابراهيم موجود في منتخب، باجي للاسف مش موجود. الاثنين بصراحه انا شايفهم من احسن الناس المدافعين والعناصر الدفاعيه الموجوده في مصر. صحيح. الاثنين بيلعبوا بروح عاليه جدا 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 جدا، وبيقاتلوا فعلا.
في كل الماتشات من اول دقيقه لاخر دقيقه، ودي حاجه يعني طالما موجوده في لعيب خلاص انت مش محتاج منه حاجه ثانيه. ما تقلقش منه يعني، يمكن دي لقطات برده كانت بطوله افريقيا اللي غطيناها هنا في قناه النادي الاهلي بطوله افريقيا ابطال الكؤوس. يعني الحقيقه طبعا واولاد يعني زي ما بيقولوا ابن الوز عوام كمان باباهم اكيد طبعا، اكيد طبعا يعني مشربهم هاند بول من صغرهم. اكيد اكيد هو واخوه حتى شريف برده، عشان انا برده اعرف شريف وكده، فهم لا هم ناس محترمين جدا، وباجيو فعلا زي اخويا يعني. اكيد يعني ده يعني ده الروم ميت بتاعك بقى خلاص. بجيب انا حاجات كده من الكواليس بقى خد بالك. لا ان شاء الله يعني هي برضو الواحد اول ما بي 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 بيمضي مع فرقه او حاجه بقى في حد قريب يروح واخده معاه في الاوضه على طول. لا والله بس هو يعني هو فعلا هو باجي زي ما قلت لك هو الروم ميت، بس هو انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اقعد مع اي حد فيهم، لان انا بعتبرهم كلهم زي اخواتي واصحابي وكلنا عيله واحده وفعلا يعني الناس اللي كنت اعرفها من قبل كده خلاص انا اوريدي اعرفهم، حتى اللعيبه الجديده يمكن اللعيبه الصغيره والكلام دوت اللي انا اول مره اشوفهم اول مره اتعامل معاهم، الموضوع ما خدش اكتر من يوم او يومين عشان يبقى التعامل بينا عادي جدا. وانا يعني حتى في لقائي معاك يمكن اول مره يعني نقعد مع بعض اكيد شخص متزن شخص عارف بتقول ايه يعني فعلا نجم بمعنى الكلمه يعني انت انا حاسس ان شاء الله هتكون اضافه يا رب كبيره للفرقه. وكمان في حاجه مهمه كمان يعني النادي الاهلي ما بتعاقد مع حد بيشوف بيقيمه سلوكيا، في لعيبه كتير جدا نجوم وما انضموش النادي الاهلي لان سلوكيا ما يقدرش. لا انا شايف ان شخص متزن قدامي سلوكيا كلامك مترتب يعني ان شاء الله يبقى ليك اضافه كبيره ان شاء الله مع النادي الاهلي. بس برضو خليني اقول ان يعني المباريات بجمهور او من غير جمهور يعني برضو اكيد الجمهور بيدي دفعه ثانيه بيدي طعم ثاني، شايف ده ازاي؟ حاجه يعني ما فيهاش نقاش، جمهور النادي الاهلي جمهور كبير جدا حرك وموجود في كل مكان صحيح. في الدنيا لما جم كانوا موجودين في السوبر جلوب وكنت شايفهم موجودين وبيشجعوا راحوا لحسابهم حاجه تفرح فعلا، حاجه تخلي اللعيبه كلها الموجوده في الملعب تموت نفسها بغض النظر عن النتيجه. طبعا النتيجه دي حاجه بتاعت ربنا ربنا طبعا، بس اهم حاجه انك تبقى طالع من الملعب راضي عن نفسك، حاسس ان انت مفيش حاجه تقول لو كنت عملت كده، لا انت بتموت نفسك بتدي 100% وخلاص دي النتيجه بتاعت ربنا. الجمهور النادي الاهلي فعلا طول ما هو ورا الفرقه بيخلي اللعيب بيعمل كده غصب عنه. انت صحيح. انت شايف الناس كلها بتشجعك من قلبها واقفه وراك طول الماتشات من غير اي يعني مفيش الزام عليهم ان هم يعملوا كده، بالعكس هم بيجوا بيشجعوك وبيقفوا وراك في كل حته انت بتروح فيها، فاكيد لازم تديهم اقصى حاجه موجوده عندك. طيب يعني احنا دخلنا مداخله مع عمرو باجيو طبعا نجم الفريق الاول ومدافع الفريق الفولاذي، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا كابتن. يعني بص انا سالت محمود سؤال كده على طول، دخلت قلت له مين اللي هيبقى يعني يور روم ميت او يعني اللي هيبقى معاك في الغرفه، قال لي على طول باجيو بدون تردد. قول لي بقى القصه احكي لي. لا اصل زكي انا اعرفه وانا عندي كام 6 سنين مثلا انا وهو مثلا كنا بنلعب، هو كان في الاولمبي وانا في الاهلي، احنا مع بعض من زمان قوي قوي يعني، وبعدين لعبنا في منتخب مع بعض ولا عشره عمر يعني. طيب قولي لما بدات المفاوضات تخش يعني في اتجاه يعني زكي قال لي ان انت كنت يمكن ساعات بتبقى همزه الوصل انت اللي بتتصل بيه على طول بتطمن، يعني برضو واضح حرصك انه يبقى مع الفرقه لان اكيد انت شايف حاجه مهمه في زكي محتاج تبقى موجوده في الفرقه. طبعا لا زكي كلاعب هو اصلا كان اوريدي هيجي لنا في سنه 2013 متهيألي او 2014 حاجه كده، وكان الموضوع كان قرب قوي انه يجي لنا النادي، هيبقى اضافه كبيره جدا لينا واحنا متاكدين من الكلام ده سواء قيمته فنيا او سلوكيا، والكلام ده الناس كلها عارفاه، فكنا حريصين جدا يعني كذا لعيب مش انا بس وحتى الجهاز الفني معانا كابتن عاصم الناس كلها كانت مجمعه ان زكي هيبقى اضافه كبيره جدا لينا. فالحمد لله ان الموضوع في الاخر يعني تم بنجاح الحمد لله. طب قول لي بقى باجو يعني جاهز للمعمعه، جاهز للزقه على الدايره، جاهز للحاجات دي، عندكم موسم يعني طويل جدا. لا احنا بص احنا الحمد لله والله يعني ماشيين في الاعداد كويس الحمد لله، لسه بادئين اول ماتش لسه امبارح كان مع الجزيره والحمد لله يعني كبدايه كويسه. عندنا بس شويه اصابات في ناس كذا لعيب مهم مصاب، ربنا بس يسهل يعني والامور السلامه. بس ان شاء الله يعني الفرقه جاهزه والفرقه عارفه لسه يعني الناس لسه مستنيين من فرقتنا كتير يعني احنا صحيح. ما شبعناش لسه برضو صحيح يعني كلمه حلوه احنا لسه ما شبعناش، لان صدقني انا حاسس بنبض الجماهير وانتوا اكيد كمان حاسين الناس حاطه عليكم امال كبيره وعايزين يفرحوا معاكم اكتر. طبعا وده حقهم واحنا ان شاء الله مش هنقصر في الكلام ده، وحتى الصفقات سواء عمر حجاج او محمود زكي
هم اوريدي عارفين اللي هم جايين على مسؤوليه كبيره عندنا، يعني احنا بنحس بالناس وعارفين، وبعدين الناس كلها مساندانا، الاداره مساندانا، النادي مش متاخر علينا في حاجه، فده كله بيبقى مسؤوليه علينا اتجاهنا قدام الناس دي كلها. صحيح. ان شاء الله هنقدر يعني. عمرو الاليوبي باجيو، طبعا شكرا جزيلا ليك نجم الفريق الاول كره اليد، شكرا على مداخلتك ويا رب التوفيق ليكم جميعا. يعني هو يمكن اكد برضو نفس الكلام، وبيبقى احساس حلو ان انت تحس ان الجهاز الفني واللعيبه حاله عايزك تبقى منضم ليهم. اكيد الموضوع ده ما جاش من فراغ، اكيد انت لاعب مميز سلوكيا ولعبا، وننتظر منك الكثير اكيد ان شاء الله يعني. يا رب ان شاء الله، ان شاء الله يعني نقدر نفرح الناس كلها ونفرح اللعيبه والجمهور وجهاز وكل. طب قول لي يعني اخبار منتخب مصر ايه؟ حاطط برضو الموضوع في دماغك؟ هل انت حابب ان شاء الله يبقى برضو لعبك مع النادي ممكن يبقى بوابه لحاجه ثانيه؟ يعني شايف ان انت الموضوع ده يهمك ولا انت مركز في اليد واللي يجي بعد كده اي حاجه ثانيه؟ والله انا ترجتي الاساسي النادي، واي حاجه هتحصل بعد كده دي بقى يعني لما يجي وقتها يعني. ما عنديش مشكله لما يجي وقتها. طيب قول لي يعني عدم اشتراكنا في بطوله طبعا كاس العالم للانديه او اللي هو كانت هتقام يعني اكيد ده كنت انت برضو حابب ان احنا نشارك، أكيد. هل ده ممكن السنه دي ان شاء الله نقدر ناخد السوبر ونطلع ولا لا؟ ان شاء الله يعني، ان شاء الله باذن الله. اكيد طبعا هو مفيش حاجه سهله وكل حاجه لازم نشتغل كويس ونركز عشان نوصل لها، فاحنا اوريدي معانا البطوله، فاكيد اي فريق هيجي يلعبنا على البطوله يبقى جاهزين. هيبقى جاهز يعني، احنا هنبقى جاهزين له، هو هيبقى نفسه يتفوق علينا، بس ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحافظ عليها، تبقى تاني سنه على التوالي، والسنه الجايه ان شاء الله نقدر نشارك في السوبر. طب انت متابع الفرقه التونسيه برضو يعني؟ عارف اخبارها ايه؟ لان هم دايما اللي بينافسونا. اكيد اكيد. اخبارهم ايه الفرق؟ الترجي الترجي حصل فيه انتقالات كتير، في لعيبه كتير منه مشيت وراحت تلعب في الدوري الفرنسي، بس في نفس الوقت برضو دعموا بلعيبه كويسه، واللعيبه التونسيه هم برضو زينا هنا في مصر، هم عندهم قاعده كبيره جدا وبرضو شمال افريقيا نفس الروح نفس الحماس نفس كل حاجه، فاللي بيفرقنا عن بعض مين هيتفوق على مين في الملعب. بس فعشان كده على طول ماتشاتنا مع بعض بتبقى شرسه جدا، بيبقى فيها هاندبول كويس جدا، غير الماتشات مع الفرق الافريقيه شويه بيبقى صحيح جانب العنف فيها اكتر، فبس تقدر بتتفوق عليهم الجزء الفني. بس لا، مع الفرق التونسيه او المغرب حتى او الجزائر عندهم فرق كويسه جدا تلعب هاندبول كويس جدا على اعلى مستوى، فالموضوع بيبقى على طول في الملعب. بس يعني ان شاء الله ان شاء الله نعمل السنه دي زي ما حصل السنه اللي فاتت، تبقى يعني الكفه بتاعتنا يا رب ان شاء الله. طبعا برضه في نهايه يعني لقائي معاك محمود، عايزك توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي، تقول له يعني رساله عبر ملوك الصالات. زي ما قلت لحضرتك، هو جمهور عظيم، والنادي الاهلي كيان كبير جدا، من اصغر حد لاكبر حد. اللي انا بطلبه منهم ان هم يقفوا ورانا السنه دي ويساندونا من اول صفاره لبدايه اول ماتش في السيزون لحد نهايه اخر ماتش، عشان نقدر بدعمهم ووقفتهم ورانا ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لحضرتك ناخد الخمس بطولات ونعمل موسم جيد جدا واكتر من جيد كمان، ونكتب تاريخ جديد باسمي وباسم عمر حجاج، اللعيبه المنضمه الجديده واسم اللعيبه اللي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت، ونزود في البطولات بتاعت النادي الاهلي. عمر انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. محترم لعيب نجم، لعيب فعلا يعني زي ما سمعنا عنك الحقيقه لقيتك في الاستوديو. شكرا جزيلا، نورتني. ربنا يخليك وشرفتني، واتمنى لك كل التوفيق من كل قلبي مع النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب. اعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا النهارده سريعا. الحقيقه بيبقى وقت جميل، بيبقى وقت رائع بقضيه معاكم، نحط الضوء على احداث كثيره بتحصل في النادي الاهلي، لانه في احداث بتعدي ما حدش قال، زي السباحه التوقيعيه. النادي الاهلي دفع وتكفل بالكامل بسفر المنتخب او لاعبات او سباحات النادي الاهلي، الحاجات دي كلها يعني لازم تحط عليها الضوء، ولازم الناس تعرف النادي الاهلي بيقدم قيمه كبيره للرياضه المصريه كاكبر مؤسسه رياضيه في مصر. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، استنونا الجمعه القادمه مع حلقه جديده من ملوك الصالات، هنجيب لكم كل ما هو جديد في ملوك الصالات. شكرا جزيلا لحضراتكم.